أمهات وهبوا حياتهم لرعاية أبناء وبنات الشهداء الأبطال، ليوهبوا روحهم لتنعم أرواحنا بالسلام والأمان. الأمومة تجربة عظيمة، قد ما حكينا عنها ما فينا نوفي الأم حقها، تزداد سموها مع رعاية أبناء وبنات الشهداء. ففي حالة خاصة رصدت الكاميرات لمرات عديدة وهي عم تحتفي بمن هم بمثابة أبنائها. معنا اليوم السيدة ميسون عبد الهادي، مشرفة دائمة في مدارس بنات الشهداء، حلقة أولى. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير. كثير بيسعدني أني أكون معكم بهالمناسبة بعيد الأم، فتحية لكل أم سورية زرعت بذور طيبة بهذه الأرض الطاهرة لصانعات الأبطال. أقول كل عام وأنتن بألف خير. كل عام وانت بألف خير، ونحن أكيد سعيدين بوجودك معنا. المهمة اللي حضرتك عم تقومي فيها مهمة كثير كبيرة، ويمكن فيها كثير مسؤولية، انه كوني عم بتربي وعم بتساعدي بتربية ابناء وبنات الشهداء. قديش بتشوفي اللي يمكن هي المناسبة هي خاصة لهم، ده بيكون في عليكي مسؤولية بهذا اليوم تجاههم؟ سعدت بتقديمي بفقرة الأمومة، فنحن كمشرفات في مدارس ابناء الشهداء نحن امهات اكثر من كوننا مشرفات. فنحن ننتمي إلى أسرة أسسها القائد الخالد حافظ الأسد، وتابع مسيرته سيد الوطن السيد بشار الأسد. نحن نعمل في هذه المدرسة كأسرة واحدة، تبدأ من بابا بشار، ماما أسماء وهو اللفظ المحبب لأطفالنا. في كل زيارة يقوم بها سيادة الرئيس إلى المدرسة لتتبع أحوالهم اليومية، تتبع مستواهم الدراسي، التأكد على سلامتهم الجسدية. فنحن نعمل كأسرة واحدة. بالنسبة لي شخصياً أشعر أنني لا أتوجه إلى المدرسة أو كعمل أتقاضى عليه أجراً، وإنما أذهب إلى أسرتي الكبيرة. أحب لقاء أطفالي، استماع إلى أخبارهم، ماذا فعلوا، منجزاتهم. فنحن يداً بيد في هذه الأسرة للارتقاء بهذا الطفل إلى المستوى الذي يليق بابن الشهيد. ويمكن مثل ما قلتي ست ميسون بالبداية، قلنا تجربة الأمومة تجربة عظيمة، والأم بكل معاييرها هي حدا استثنائي طبعاً. فحتى تجربتك اليوم مع أبناء وبنات الشهداء هي تجربة استثنائية، وقديش فيها يمكن مسؤولية ومضاعفة وقيمة إنسانية تضاف على حياتك الشخصية. خلينا نحكي عن يمكن الحياة اليومية، قديش خلال هي الرعاية عم تحاولوا تكونوا فعلاً العائلة طبعاً. يمكن تعيشوا معهم كل تفاصيل حياتهم، تكونوا السند الحقيقي لإلهم اليوم. صحيح. بداية نترحم على أرواح الشهداء الذين استعذبوا الموت لنحيا نحن بعزة وكرامة. عندما يرتقي الشهيد إلى رضوان ربه ويتبوأ فسيح جنانه، فيترك وراءه زوجة مفجوعة، أم ثكلى، ما تلبث أن تقوم من كبوتها وتبحث عن الملاذ الآمن لهذا الطفل. فيكون ويقع اختيارها على مدارسنا كونها تلقى الرعاية من قائد الوطن. بالنسبة لتفاصيل حياتنا اليومية، نحن مدرستنا صباحا تابعة لوزارة التربية كأي مدرسة في قطرنا الحبيب. كمشرفات يبدأ دوامنا في نهاية الدوام المدرسي، نقوم باستلام هؤلاء الأطفال ونتوجه بهم إلى غرف منامتهم لتبديل اللباس المدرسي. بعد اللباس المدرسي وحاجياتهم الشخصية نتوجه إلى مطعم المدرسة لتناول وجبة الغداء. فكل مشرفة أو كأم كما ننادي لبعضنا في المدرسة تقوم في الجلوس على طاولة واحدة مع أبنائها، تراقب حركاتهم في المدرسة، طريقة تناول الطعام بالشكل الصحيح، استخدام الملعقة، تكون حريصة على أن يتناول وجبته كاملة. فهذا هو الجو الأسري الذي تحدثنا عنه، أننا أسرة واحدة. فهذا الجو يعطي الطفل الأمان وأنه بأيدي أمينة وأنه في أسرة تليق به. أكيد. بعد الانتهاء من وجبة الغداء هناك النشاط اليومي للطفل، فالأطفال يتوجهون إلى تلبية أو تنمية مواهبهم المختلفة. هناك قاعة الموسيقى، العزف، الغناء، صالة الرسم. فكل مجموعة من الأطفال تذهب مع المدرسين المختصين لتنمية هواياتهم المختلفة، أو هناك الفقرة الحرة، اللعب في الباحة. الأطفال الأصغر سنا نتوجه بهم إلى حديقة المدرسة للعب الألعاب الآمنة. وفي نهاية كل أسبوع هناك المسرح المدرسي لحضور فيلم هادف يأخذ منه الحكمة والموعظة في نهاية كفيلم كان يا مكان، هو محبب لأطفالنا ونقوم بعرضه في نهاية كل أسبوع
مدرسي. بعد النهاية من فقرة النشاط ويكون الطفل قد فرغ هذه الطاقة لديه، هناك وجبة سناك توزع على الطفل، وهي الوجبة ما بين الغداء والعشاء، ثم نتوجه إلى قاعاتنا الدرسية. فإدارة المدرسة مشكورة قد رفدتنا بالمدرسين المختصين لتلافي صعوبات التعلم، المواد العلمية إن كان هناك ضعف لدى الطالب في أي مادة نقوم بتلافيها، وتقوم المشرفات بالانتقال بين الأطفال للتأكد على أنه أتم واجباته المدرسية على أتم وجه، ثم ينتهي فترة المشرفات النهاريات ونبدأ بتسليم الأطفال للمشرفات الليليات اللواتي يكن حساسات في عملهم وهن جسم المدرسة النشيط. أكيد. أنا هون كان بدي أسألك يعني إلى جانب التحصيل العلمي، وأكيد نحن بنعرف قديش في نظام مهم وقائم بمدارس أبناء وبنات الشهداء، لكن اليوم نحن عم نحكي عن الجانب الأكبر اللي هو إلكم العمل. أنتم مو بس مشرفات على نظام يومي عم يستمر، أكل وشرب ودخل ودرس، لا، أنتم اليوم إلكم دور أكبر في جانب نفسي. اليوم الطفل أو الطفلة اللي فقدت أبوها أو أمها داخل المدرسة، في جانب كتير كبير أنتم عليكم مسؤولية تعوضوهم عن هذا النقص. خلينا نحكي عن دوركم بالجانب النفسي مع أبنائنا. هلأ نحن كوننا مشرفات فالجانب العاطفي موجود، ولكن هو الحكم الأفضل هو للعقل. نحن لدينا مجموعة من الأطفال كأطفالك في المنزل، عندما تريد أن تحددي مستقبلهم يكون الحكم للعقل. هذا الطفل فقد أبا قديسا طاهرا، لكنه قائد وطن يرعاه، يتابع أمورهم اليومية، فنحن نعمل يد بيد للارتقاء بهذا الطفل إلى خطى والده. هناك مرشدين نفسيين، هناك مرشدين اجتماعيين يجلسون مع الأطفال، يستمعون إلى همومهم، إلى مشاكلهم، ويتجاوزون بعض الصعوبات التي قد تكون قد مرت به كونه لديهم حالة خاصة في هذا المجال. طيب إلى جانب يمكن إذا بدنا نقول التفوق الدراسي اللي عم تتابعوه بشكل مستمر، شو القيم يمكن اليوم اللي بتحاولوا تزرعوها بنفوس أبناء وبنات الشهداء؟ مثل ما قلنا يمكن فقدان طبعاً. أب أو أم هو شيء كثير عزيز وغالي، بتحسي الطفل نوعا ما حاسس بهذا الفقدان. صحيح. انتم عم تقوموا بمسؤولية كثير كبيرة ويمكن شيء كثير سامي وإنساني. صحيح. كيف عم تقدروا تزرعوا هي القيم اليوم؟ قلتي العقل بيحكمكم اكثر من العاطفه، لكن كمان من العاطفه لها دور كثير كبير في حياه هؤلاء الاطفال. تطرقت لموضوع العقل لاننا نريد ان نبني ولدا سندفعه. صحيح. الى المستقبل العاطفه، لا نريد ان نجعله ضعيفا، يجب ان يخرج الى المستقبل يكون على خطى والده. بالنسبه للقيم التي نزرعها، إدارة المدرسة متمثلة بسيادة اللواء وسيادة العميد، كنا لهن الدور الأكبر في هذا المجال بتوجيهاتهم الحثيثة إلى جانب التفوق الدراسي، إلى جانب غذائهم وصحتهم، كانت هذه القيم هي هدفنا الأمثل. فوراء زيهم العسكري كان هناك كم من مشاعر الأمومة يفصحون عنهم في كل لقاءاتهم، فهناك لقاءات مستمرة مع الأطفال نقدم لهم الدعم النفسي. أنتم أولاد أنبل بني البشر وأطهرهم، فعلينا أن نكون على نفس هذه الأخلاق وعلى نفس هذا الخطى. فكنا حريصات دائما على الاجتماع بهم، فهناك نماذج ترينها في المدرسة. صحيح. فترين أن البذور التي زرعتيها تحصديها، فعندما يتقاسم الطفل الصغير مع أخيه بلقطة الشوكولا، طبعا نحن زرعنا قيم ونحصدها، أو أن الفتاة تقوم بتسريح شعر طفلة صغيرة، هم إخوة في المدرسة، وهذا الجو هو الجو الطاغي في المدرسة. هذه القيم موجودة ونحن يوميا نجتمع مثل أولادنا في البيت، نجتمع يكون دائما هذه القيم نضعهم ولنجعلهم على الطريق الصحيح الذي يليق بابن الشهيد. خلينا نرجع نحكي عن تجربتك مع بنات وأبناء الشهداء. هي التجربة لسنوات قديش يمكن أضافت لحياتك إن كان الشخصية والعملية، ويمكن اختلفتي حتى على الصعيد الإنساني؟ طبعا كانت تجربة رائعة وأضافت لي الكثير. فقبل أن أتشرف بالانتساب لهذه المدرسة، أنا كنت مدرسة لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية. كانت مهمتي تقتصر على إيصال المعلومة للطلاب وفهم المادة التي أدرسها. أما عندما انتقلت إلى هذه المدرسة أصبحت الرسالة أسمى وأنبل، أنت تتعاملين مع أبناء هؤلاء القديسين، فهنا أنت ستزرعين القيم
أنت ستزرعين المعلومة، أنت ترافقينهم في حياتهم اليومية. فنكون كإدارة مدرسة وكمشرفين جميعا يدا بيد لوصول هذا الطفل إلى الطريق السليم، ليكون على خطى والده البطل، لنكون قد رددنا شيئا من الجميل لهؤلاء الأبطال الذين استعذبوا الموت لنحيا بسلام. أكيد. بختام حديثنا لليوم مع حضرتك، أكيد نرجع نعايد عليكي، وكيف وشو بتحبي تعايدي؟ يمكن اليوم كل أم سورية عم تسمعك، من أمهات شهدائنا، من أمهات الأبطال، ومن كل أم أيضا عم تعمل لحتى تبقى رسالتها، رسالة الأمومة، موجودة بالحياة. سنوات الحرب أثبتت أن المرأة السورية هي امرأة قادرة على الصمود والتصدي، فعندما تزف ولدها شهيدا عريسا للوطن، هذا جبروت وقوة من هذه الأم، فلكنها بعد أن تزفه تخرج من هذه النكسة قوية صامدة، تزين ثوبها الأسود بإكليل الغار وألوان النصر. أثبتت أن ليل سوريا المظلم وراءه شمس مشرقة، وأن الطريق الوعرة نهايتها القمم. فكل عام وهن صانعات النصر، كل عام وأمهاتنا وأمهات سوريا الخير الدائم. نشكرك ست ميسون على وجودك معنا، نوجه تحية لكل المشرفات والمعلمات ببنات وفي مدارس بنات وأبناء الشهداء، لكل الكادر التدريسي في جهود كتير قوية عم تقوموا فيها وجبارة اليوم، يعطيكم ألف عافية. بدنا نعايد كل المشرفات ونقول لهم كل عام وهن بألف خير. وأنتم بخير إن شاء الله، بنضل على لقاء دائم، وشكرا للإضاءة على هذه المدرسة الصامدة. أكيد. أهلاً. شكراً لك، شكراً لوجودك، وكل سنة وحضرتك سالمة. وحضرتكم هلا. أهلاً. شكراً لك.